وفي تعز قالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع وتمركزات لميليشيا الحوثي الإرهابية غرب تعز خلال الساعات الماضية. وبحسب المصادر فإن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات تعزيزات وآليات عسكرية لميليشيا الحوثي في محيط التبة المنعم ومدرسة الروض والدبح في منطقة الربيع غرب تعز، وغارة رابعة شنها على مواقع الميليشيا في جبهة العنين غرب المحافظة. وأسفرت الغارات وفق المصادر عن تدمير دبابة ومدفع هاوزر وعربة مدرعة، في حين شهدت سماء المدينة تحليقا لطيران التحالف هو الأول من نوعه منذ 4 سنوات، حيث يخوض الجيش الوطني معاركه ضد الميليشيات دون غطاء جوي. حول الوضع في تعز يعود معنا مراسلنا في تعز أيمن قائد. أيمن أهلا وسهلا بك. إذا هل هنالك أي جديد على مسار المعارك في مقبنة وجبل حبشي؟ كنت تحدثنا عن هذا الموضوع، يمكنك أن تكمل الآن. نعم صفاء، المواجهات التي تجددت خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات شرق المدينة وكذلك في الريف الغربي للمحافظة في مقبنة وجبل حبشي. خلال الساعات الماضية دارت مواجهات عنيفة بين الجيش والميليشيا إثر محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستعادة المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش الوطني خلال هجماته على مواقع الميليشيا خلال الأيام الماضية من الأسبوع الماضي، والتي تمكن خلالها الجيش من إحراز تقدمات نوعية والسيطرة واستعادة السيطرة على مواقع جديدة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا الإرهابية. صدت قوات الجيش الوطني هذه الهجمات للميليشيا الحوثي وكسرت محاولات الميليشيا في التقدم لاستعادة السيطرة على هذه المواقع، ولم تتمكن الميليشيا من إحراز أي تقدمات ميدانية على أرض المعركة. تأتي محاولة الميليشيا للتقدم من جديد وشن الهجمات بعد أن كان الجيش هو من يقود هذه المعركة وهو من يبادر في شن الهجمات على مواقع العدو خلال المعارك الأخيرة. صفاء، كذلك خلال الساعات الماضية كان هناك تحليق مكثف لطيران التحالف على سماء محافظة تعز خلال هذا أو خلال الساعات الماضية من فجر هذا اليوم. تمكنت قوات التحالف بحسب المصادر العسكرية الرسمية من استهداف مواقع عسكرية تابعة للميليشيا الحوثي الإرهابية بأربع غارات للطيران. استهدفت عدد من المواقع التابعة للميليشيا في جبهة العنين وفي تبة المنعم وفي كذلك الربيعي شمال المدينة وعدد من المواقع التابعة للميليشيا الإرهابية. وقالت المصادر العسكرية بأن هذه الغارة دمرت معدات عسكرية ثقيلة تابعة للميليشيا وعربات عسكرية وألحقت بالميليشيا وبصفوفها خسائر كبيرة. بالمجمل يمكن القول بأن جبهات المحافظة تشهد هزا في المواجهات بين الحين والآخر، إلا أن وتيرة هذه المواجهات هي بالطبع أقل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، بالرغم من أن قوات الجيش أو المصادر العسكرية في محور تعز كانت تقول بأن هذه العملية العسكرية لن تتوقف حتى استكمال تحرير المحافظة وفتح مناطق جديدة خاصة في الجهة الغربية، إلا أن التقدم ما يبدو شبه بطيء خلال الساعات أو الأيام الأخيرة، وربما قد يكون هنالك ترتيبات لاستمرار هذا الهجوم بذات الوتيرة التي كان عليها منذ بدايته. نعم أيمن، يعني لأول مرة منذ سنوات يسمع أبناء تعز يعني ربما تحليق يعني طيران التحالف والقصف الذي حدث اليوم كما قلت، كيف كانت ردود الفعل، يعني كيف لمست ردود الفعل لأبناء المحافظة؟ هناك أمل حقيقة في عودة تحريق طيران التحالف على سماء المحافظة، خاصة بعد أن كان غائبا خلال السنوات الماضية في معركة تعز ضد الحوثيين
وبالتالي هذا الأمل يقول أبناء تعز بأنهم يتمنون أن تكون حتى الضربات التي يستهدف أو التي تشنها مقاتلات التحالف هي ضربات دقيقة على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية وقواتها العسكرية، وأن تكون تدمر فعلا المعسكرات وكذلك المعدات العسكرية التابعة للميليشيا، وأن تؤثر هذه الضربات إيجابيا على تير المعركة. سئم الناس من الحصار المفروض على المدينة منذ 7 سنوات، وسئم كذلك من تقاعس قوات التحالف من استكمال تحرير المحافظة ومن عدم وجود نية حقيقية لإنهاء الحصار المفروض على المدينة، رغم المعاناة التي خلفتها الميليشيا على المدينة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والمعيشي خلال السنوات الماضية. وبالتالي يؤكد اليوم أبناء مدينة تعز بأنهم مع كل التحركات لقوات الجيش الوطني ومع التحركات كذلك لقوات التحالف العربي أو تحالف دعم الشرعية في اليمن، في حال كانت هذه النوايا صادقة وتسعى لتحرير هذه المدينة وفك الحصار المفروض على المدينة وسكانها، نعم، وإنهاء هذه المعاناة ولو بشكل جزئي. نعم، وصلت الصورة. مراسلنا في تعز أيمن قائد، شكرا جزيلا لك.